أي شخصية عامة وقتها شحيح. يعني بيتصلوا فيه مرات بعض الناس والله العظيم ساعة كاملة يستفتي فيه، يا أخي هلكتني هلكت وأنا بستحي فعلا، عندي الحقيقة هذا ونقطة ضعف شخصيتي، نفسي أقوله مرات يا أخي اتق الله، ساعة صايم أنا ساعة وغيرك نص ساعة وغيرك ربع ساعة، راح وقتي كله في اليوم والله، هكذا أقسم بالله والله بعضهم أكثر. تخيل طبعا شو بظن هو أنه هالشخصية العامة هذه أيا كانت وقتها إله، ما دام رد عليه معناه هو فارغ. يا حبيبي وغيرك يظن هذا، وفي مئات من الناس أحيانا في شخصيات طبعا لما تكون إيه أكثر عمومية في ألوف يعرفونه وعارفين تليفونه والإيميل تبعه ألوف، فتخيل هذا ألوف رسائل ألوف مكالمات بجننوه تضيع حياته كلها، عيب. اتق الله فيه، اتق الله في مصالح الأمة المنوطة بهذا الرجل، هذا صحيح، وما تحاول تتصل به إلا أنا مثلا إيه بعض الأصدقاء الأحباء والمشايخ، مشايخنا والله بحب أتصل بهم لو عندي وقت يعني كل أسبوع، لكن لا أفعله، أتصل به كل كذا شهر مرة زي سيدنا فلان والشيخ فلان كذا، لأني بعرف ما عنده وقت، أنه يسعد بسماعي وأسعد ولكن ما عنده وقت. في كثير زيي بيحبوا يتكلموا معاه كمان لأنه عالم فاضل مشهور، لا أفعلها بفضل الله عز وجل. إحنا بالعامية شو يقولوا؟ خف تعوم، خف تعوم، خليك خفيف بضلك خفيف على قلوب الناس وعم سمعهم، مش كل يوم تلفون كل يوم زيارة كل يوم طلع كل يوم سؤال سؤال، بصير يكرهوك الناس. النبي لما شايف واحد من الصحابة مش حنذكر اسمه يقول لك الشيخ بطعم فيه بعدين، واحد من الصحابة ايش نعمل له؟ ثابت عنه هذا كل يوم عند النبي بده ياكل، انت رايح جاي رايح جاي طالع نازل اكل اكل، يا اخي شوف غيري النبي يعني شوف غيري، كل عنده ابو بكر مره عند عمر عند ابو ذر عند اي واحد، فالنبي الاخير قال له غض النبي ما قدرتش اتحمل يا اخي كل يوم انت ملزمني، فقال له يا ابا فلان النبي زر غبه تزدد حبا، تعال مره وغيب مره، مره ومره لا، مره ومره لا، قال لك زور غبه، فاخذها الشاعر ضمنها بيته الجميل، زور غبه تزدد حبا فمن اكثر الترداد اضناه الملل، فمن اكثر الترداد اضناه الملل. لازم واحد يكون عنده لياقات كثير، موضوع اللياقات هذا مهم جدا يا اخواني، اسمه الذكاء الاجتماعي، الان بسموه ايه؟ يسمونه الذكاء الاجتماعي، تعرف كيف تخاطب الناس، كيف تزور الناس، كيف تكرم، كيف تخاطب الناس حتى، انتبه كيف تخاطب الناس، هذه لياقات كبيرة جدا جدا على الإنسان، كلما كان حظك منها أوفر كلما كنت أحب إلى الناس وأقرب إلى قلوبهم ويستملحونك ويهون مرآك ولقياك ويحبون كلامك وملافظك لأنك عندك ذكاء اجتماعي، تعرف كيف تكلم مع كل واحد بما يناسب وضعه، خطش الناس كلهم كأنهم لفق واحد، تعرف تميز ولا مش صحيح؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعائي بعضكم بعضا، تعرف هذا رسول وهذا مش رسول وهذا عالم وهذا جاهل وهذه امرأة وهذا كذا وهذا مزوج وهذا غير مزوج، كل واحد بما يناسبه ولا مش صحيح؟